طبعا العنب باقي له تقريبا شهر على الحطبة، حطبة العنب، شجرة العنب تنحطب في الطرف، تقريبا باقي شهر ندخل الطرف أو 3 أسابيع ندخل في الطرف. والمقص هذا يعني متآكل شوية، أبحده وأضبطه، لأن بعد 3 أسابيع أو شهر تقريبا أول ما ندخل الطرف راح نحطب شجرة العنب، فراح زبطها إن شاء الله. طبعا راح استخدم الصنفرة، صنفرة 100، هذه صنفرة 100. راح اول شيء انعم الحد وانظفه، بعد كذا احده واظبطه طبعا على صاروخ الصنفرة 100.